نكمل بقى مع بعض الجزء الثالث من المحاضرة بتاعتنا، ونشوف هنعمل بقى الكورة اللي بتطلع من حرف الاو بتطلع منه ازاي. مبدئيا احنا هنروح على توب الاول، اشوف حرف الاو فين اللي هو ده، هروح على توب وهنزل سفير، هنزل سفير، هاخد السفير احطها في المكان اللي انا عايزه بالظبط، حاجة بالشكل ده كده، وطبعا ارفعها بالمنظر ده. السفير دي بالذات انا عايزها قريبة من الارض شوية، ليه؟ هتيجي بعد كده واقول لكم ليه. الاهم من ده كله انه انا لو انتوا خدتوا بالكم من الفيديو الاصلي، السفير بتكبر من تحت، تمام؟ السفير بتكبر من تحت لفوق، من تحت لفوق دي يعني لازم انقل الانكور بوينت او انقل الاكسس لتحت، فهاخد الاكسس وانقل الاكسس طبعا كنترول زد. لو انا جيت انقل الاكسس وانا على الوضع بتاع الستاندرد بريميتيف او الشكل المبدئي دي السفير، مش هتتنقل، لازم احولها لإديتابل اوبجكت. قبل ما احول السفير لإديتابل اوبجكت انا حابب ان انا اغير شكل السفير. خلاص السفير فيه هنا في الطيب بتاعها في ستاندرد، في تترا هيدرون، في هيكسا هيدرون، كل واحد بيبقى له ميزه عن التاني، لكن احسنهم واحلاهم بصراحه الايكوزا هيدرون. ويمكن السبب ان الايكوزا هيدرون عدد البوليجونز وحجمها، اسف يا ربي، حجم البوليجونز متساوي، حجمها متساوي على عكس الباقي. يعني الستاندرد تبدا المربعات زي ما انتم شايفين تكبر وتبدا تصغر طول ما انت رايح ناحيه الاطراف، مش عارف التترا هيدرون نفس القصه، الهيكسا هيدرون عامل زي الكره الطايره، اوكتا هيدرون نفس الموضوع، الاحجام مش متساويه. لكن الايكوزا هيدرون تمام، وطبعا الهيمسفير يعني نص دايره، الايكوزا هيدرون بصراحه هي اللي فيها الاحجام متساويه. فانا عايز بس اكبر السيجمنتس شويه بتاعه الايكوزا، وليكن اخليها 30، وعايز ان الراديوس وليكن يبقى 80، حاجه بالمنظر ده كده. طبعا غيرت الراديوس يبقى كده بالتبعيه هروح اخد السفير انزلها، يا دوبك تخترق البلين بحاجه بسيطه يعني. بعد كده اهوت طبعا احركها بس على الاكس عشان اضمن ان انا مغطي حرف الواي كله، واتاكد انها يا دوبك حافه في الان، لان انا عايزها تخبط في حرف الان، تخبط في حرف الحاجه زي كده مثلا، الشكل ده كده تلمسه بس يعني. ماشي كده، بس لو انا قفلت السفير اشوف الوضع مظبوط تمام 100 100، مفيش مشكله. ام 30 هتضيعنا في الرندر يعني، بفكر تبقى مثلا 25 يعني، حاجه زي كده. طبعا رندر بيرفكت عشان في كل الاحوال، حتى لو انت خليت السيجمنت صلى خليتها بثلاثه في الرندر تلاقيها سفير ما تلاقيهاش شكل مضلع. بعد ما احنا عملنا القصه دي نفس الموضوع اوبجكت، وهقول له كارنت ستيت تو اوبجكت، واخد السفير احطها في التمب خلاص، كمان الغي دول بالمره يعني عشان ما يبقوش ظاهرين، واتعامل بالسفير دي. بكده بقى اقدر ان انا انقل الاكسس، لو انا رحت ل الفرونت اشتغل على الاداه بتاع يوز اوبجكت اكسس تول، واخد الاكسس واحطها تحت الشكل دوت كده. بالطريقه دي لو انا رحت عملت سكيل تمام، طبعا اشتغل على الموديل تول، عملت سكيل، شوفوا السكيل منين؟ من هنا. لو كانت الاكسس فضلت في النص كان الوضع هيبقى غير كده خالص تمام بالشكل ده كده، اعتقد انها كانت كده اصلا. طب لو وليكن نخليها 160 160 160 ونعمل ابلاي تمام. كل اللي احنا هنعمله ان احنا نبدا بس نعمل الانيميشن بتاع الكاميرا الاول قبل ما نبدا نكمل شغل على السفير. عامه
عامة كده كده السفير هتاخد المات او الماتيريال بتاعت نفس الكلمة، ولو احنا جينا عملنا ريندر هنلاقيها بالشكل ده كده. في تضليعات هنا طبعا، الريفليكشنز دي جميلة جدا وطبعا هتتدارى دلوقتي اصلا مع الوقت، بس انا عايز احل مشكلة التضليع اللي موجود في السفير. هو انا ممكن ان انا اروح احطها جوه هايبر نيرفس، ولو اني يعني الهايبر نيرفس دي بتبقى مشكلة، شوفوا اتظبطت لكن هتعمل لنا مشكلة بعد كده الهايبر نيرفس دي في الريندر بس مش اكتر، دي مشكلتها الاساسية. ممكن ادلت السفير خالص عشان ما نطلع بره دوامة الهايبر نيرفس دي، وهاخد السفير الاصلية. دي فايدة بقى القصة اللي انا عملتها من شوية. اوبجكت هخلي دي مثلا ولتكن 25، ممكن اخليها مثلا 40، اجرب ريندر 45، اجرب ريندر. طب نجرب نحط خامة قبل، اهم حاجة بس قبل ما نحولها لإديتابل اوبجكت. تمام مفيش مشكلة خلاص، يبقى على طول اوبجكت كارنت ستيت تو اوبجكت، واخد دي احطها في التمب والغيها واشتغل على السفير بتاعتي، وانا كده مطمن ان مفيش عندي اي مشاكل بدل الهايبر نيرفس. طب تمام، بعد كده تعالوا نعمل الانيميشن بتاع الكاميرا، وبعد كده نعمل الانيميشن بتاع السفير. عشان نعمل انيميشن الكاميرا ممكن نعمله بشكل يدوي وممكن نعمله بشكل اكثر احترافية. الشكل اللي هو الاكثر احترافية اللي انا عايز اتكلم عليه اللي هو ان احنا نحركها على ارك او نحركها على سبلاين. الاول نعمل كنترول اس بس عشان نعمل سيف، وبعد كده تعالوا نروح للتوب وناخد ارك. توب وناخد ارك. الارك انا عايز الاند انجل بتاعه يبقى 180، بحيث ان هو يبقى واخد زاوية 180 درجة. والبلان زي ما هو اكس زد مفيش مشكلة، هاخده بس اطلعه الناحية دي. تمام في الرايت هاخده اطلعه كده عشان يبقى في المكان اللي فيه الكاميرا بالظبط، عشان انا مش عايز اي اختلاف في الزوم، مش عايز اي اختلاف في الزوم. كمان اللي انا عايز اعمله ان انا عايز اعكس اتجاهه 180 درجة، وعايز ان انا اكبر الراديوس بتاعه بالشكل ده كده. والطيب في ارك سيكتور يعني قطاع، وطبعا هيقفله القطاع ده هيقفله، وسيجمنت ورينج، رينج يعني حلقة. طيب هو انا هشيل ارك خالص وهعمله ببيزير، هعمله ب بيزير يعني بخط، هعمله بخط. هاخد كده مثلا واخد نقطة هنا كده حسب انا عملت خط. طبعا الخط البوينت دي نزلت تحت شوية، مفيش مشكلة لو انا حركتها لفوق بالشكل ده بالمنظر ده كده، واجي في النص. تمام اعمل في وستراكتشر واد بوينت عشان اضيف نقطة، وهحط نقطة بس في النص هنا كده. طبعا رايت كليك سوفت انتربوليشن تمام على النقطة دي، واسحب النقطة لورا بالشكل ده كده، ورايت كليك سوفت انتربوليشن ورايت كليك سوفت انتربوليشن، بحيث تبقى واخدة شكل يعني مقارب لشكل القوس. طبعا لان الارك ما كانش هيديني الشكل ده. بس يعني انا عايز القوس ده بس. بعد كده هروح للكاميرا ورايت كليك واقول له سينما فور دي تاجز، واقول له الاين
تو سبلاين. هيقول لي فين السبلاين؟ هقول له يا عم السبلاين بتاعك اهو. خلاص اصبحت كده الكاميرا على السبلاين. طبعا انا السبلاين اقدر ان انا بقى انزل السبلاين لتحت او اطلعه لفوق، تمام بالمنظر ده كده، اخده يمين او اخده شمال. خلاص بالمنظر ده كده تمام. اقدر ان انا بقى لو جيت للسبلاين وعندي البوزيشن، اقدر ان انا اتحرك على البوزيشن بتاعه زي ما انا عاوز. ممكن كمان ان انا اشتغل على الروتيشن بتاع السبلاين. بالشكل ده. دي طريقة. في الطريقة دي عشان نبقى عارفينها برضو، خلاص اروح للبوزيشن وممكن اروح ل180 واقول له البوزيشن ب100. طبعا احنا مش هنعملها ب100، انا بس بوريكو ديمونستريشن للموضوع. خلاص ده بالنسبة للبوزيشن. بعد كده كليك يمين وهقول له انيميشن ديليت تراك. خلاص دي طريقة. خلاص بس هتحتاج ظبط شوية بصراحة، وانا يعني الوقت مش في صالحي قوي يعني. تعالوا على الكاميرا ونروح للكووردس ونروح للبوزيشن والسكيل والت او للروتيشن والت وكليك على كله، ونروح عند وليكن 220. وخلوا بالكم اللي هعمله. الاول هضغط على الستاتيك تكست عشان تبقى هي المحور بتاع الدوران بتاعي. بعد كده هروح على الكاميرا واعمل الروتيشن اللي احنا كنا شايفينه في الفيديو. ارجع للكاميرا تاني هلاقي دول اتغيروا، كنترول وكليك تاني عشان اثبت كله، وارجع كده هنشوف ان الحركة زي ما كانت موجودة في الموفي بالظبط. طبعا نقدر ان احنا ناخد من 220 نخليها عند 180 لان مثال الحركة كده بطيئة شوية. تمام اعتقد عايزة تبقى اسرع شوية. حاجة بالشكل ده. متهيألي ممكن تكون جت مثلا كده، وعند الفريم مثلا هنقول 60. تعالوا بقى للسكيل بتاع السفير، ونخلي السكيل بتاعها نحفظ بس هو السايز بتاعها كان احنا عاملينه 159. خلاص اللي هو يعتبر واحد يعني. تعالوا نخلي ده 0 0 0. ماشي. وكي فريم هي جت على كله مش مشكلة. خلاص هو كبرت بسرعة مرة واحدة. نرجع لواحد واحد واحد بالمنظر ده كده. يعني هنلاقيها بالشكل ده. شوفوا يا جت منين. نسينا نبدل الاكسس، مفيش مشكله، بس اطلع لقدام شويه عشان تبقى كامله. كويس ان احنا غلطنا او نسينا الموضوع ده علشان نبقى عرفنا ايه الخطا اللي هنقع فيه والمشكله اللي احنا هنتفاداها. تمام نخليها كده. انا عايزها زي ما بتبدا في الموفي بالظبط، من عند حرف الاو، من عند حرف الاو، يعني محورها من عند حرف الاو اعتقد من هنا كده كمان. طيب نجري تاني، نشغل تاني ونشوف. هو انا شكلي نقلت الاكسس غلط ولا شكلي والله نقلتها غلط؟ هنعمل ريسيت. هنعمل ريسيت او هندلت مفاتيح الحركة اللي احنا عملناها للسكيل، ونرجع للسفير تاني ورايت كليك انيميشن ديليت تراك، لان
فعلا احنا كان المفترض نظبط الاكسس الاول قبل ما نظبط، نرجعها كده وناخد الاوبجكت كله ننزله لتحت زي ما كان، وبعد كده ناخد الاكسس بتاعته ننزلها لتحت بالشكل ده كده. متهيألي كده، متهيألي يعني ان احنا لو عملنا السكيل، طب نخليها بزيرو ونروح لأداة السكيل، هيدينا فعلا اللي احنا عايزينه. طيب خلينا نعمله كده، خلينا نعملها كده ونروح عند فريم 60 ونروح عند السفير ونحط كي فريم ونحط كي فريم للسكيل، نخلي بس السكيل بتاعها بصفر وده بصفر، تمام، وكي فريم، ونروح يعني متهيألي اقل كمان من كده 70 فريم كفاية قوي، واحد واحد واحد، هنا السايز نكبر 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 الشكل ده كده ونحط كي فريم، تمام. نرجع نشوف، جميل قوي. بعد كده في الجزء الجاي ان شاء الله هنتكلم على ازاي نعمل السبايك بول اللي هو الشكل اللي انت شفتوه من شوية ده، اللي هو اللي فيه البروز اللي طالعة دي، وازاي نخلي الكرة تعمل قفزة او تعمل شغل الداينامكس اللي احنا شفناه. اشوفكوا في المحاضرة اللي جايه.